اللي في الصورة دي اسمها أميرة الحكيم، صاحبة أكبر قضية رأي عام في السودان، اختفت في ظروف غامضة وقصتها طول الوقت مليانة أسرار. 1985، أميرة الحكيم من عائلة كبيرة جدا في السودان، وكانت نازلة الصبح على مدرستها عادي، وكل مواصفات أميرة إنها كانت جميلة جدا وصعب لما تشوفها تتوقع إنها طالبة. وفي اليوم ده وهي نازلة الصبح على المدرسة اختفت تماما وما رجعتش على البيت، وأهلها بلغوا الشرطة لأن مفيش أي أثر ليها خالص. مر يومين على اختفاء أميرة وملهاش أي أثر، ولأن أميرة كانت من عيلة كبيرة فالعيلة قدرت توصل قضيتها للرأي العام عن طريق الصحف، وحتى أقرب الناس ليها ما كانوش عارفين هي راحت فين. كان الشارع السوداني في الوقت ده خايف جدا على أولاده من نزولهم للمدرسة، لأن موضوع أميرة الحكيم ما كانش واضح، هو اختفاء أو هروب أو سرقة، ما كانش فيه تفسير لاختفاء أميرة الحكيم. بعد ما مر أسبوع ظهر خبر غريب في واحدة من الصحف السودانية. الخبر ده بيقول ان حصلت خناقة غريبة في واحدة من الاحياء الشعبية، والخناقة دي كانت بين راجل راكب موتوسيكل واقف في الشارع وبنت شكلها جميل جدا، والراجل كان بيقول انه ظابط وانه مشتبه فيها وانه عايز يقبض عليها وياخدها معاه على الموتوسيكل ويطلعوا على اسم الشرطة. البنت كانت بتصرخ بصوت عالي جدا لحد ما الاهالي واصحاب المحلات اتجمعوا وفضلوا يسألوا الراجل على اي هوية ليه تثبت انه ظابط شرطة، لكن الراجل قال لهم انه ما معهوش اي حاجة تثبت ان ضابط شرطة، لكنه اكد لهم ان هو شغال في اسم الشرطة اللي كان قريب ليهم. والاهالي ما كانش عندهم اي دليل ان ده ضابط شرطة، لحد ما في بنت ظهرت من وسط الناس اللي كانوا حاضرين الخناقة وقالت لهم ان هي عارفة الراجل ده وان هو فعلا ضابط شرطة. لكن الاهالي من كتر ما كانوا خايفين قرروا ان هم هيوقفوا سواق تاكسي، وان البنت اللي الضابط بيتهمها دي تركب التاكسي وتطلع على اقرب اسم شرطة الضابط يقول عليه، وان الضابط يتحرك بالموتوسيكل ورا التاكسي ده لحد ما يوصلوا اسم الشرطة. وهنا الاهالي كانوا شايفين ان ده اسلم حل علشان يطمنوا على البنت. الخبر بعد ما نزل في الجريدة خلى اجهزة الامن تستغرب شوية، لان كل المواصفات اللي مكتوبة في الخبر عن البنت المتهمة دي تطابق تماما مواصفات اميرة الحكيم، وان تقريبا البنت اختفت في نفس وقوع الحادثة دي اللي الصحفي كتبها. فالاجهزة الامنية حست ان الخبر ده له علاقة مباشرة باختفاء أميرة الحكيم، فقررت الأجهزة الأمنية إنها تستدعي الصحفي اللي كتب الخبر ده. الصحفي بعد ما قابل الأجهزة الأمنية قال لهم إن مصدر الخبر بنت قريبته كانت معدية بالصدفة جنب مكان الخناقة وحضرت الموضوع بشكل كامل وحكت للصحفي على تفاصيله. فالصحفي قرر إن هو يكتب الحادثة دي في شكل خبر وينزله في الجريدة. فالشرطة طلبت من الصحفي إن هم يقابلوا البنت قريبته اللي قالت له الخبر، فلما قابلوها قالت لهم على اللي حصل بالظبط وودتهم على المكان اللي حصلت فيه الخناقة. لما وصلوا هناك بدأوا يسألوا الأهالي وأصحاب المحلات عن الواقعة دي بتفاصيلها، وكل الناس أكدوا إن الواقعة دي حصلت فعلا، لحد ما ظهر واحد من الشهود وهو صاحب محل هناك وكان واقف قريب جدا من أطراف الخناقة. فلما الشرطة عرضت عليه صورة أميرة الحكيم أكد لهم إن هي دي البنت اللي كان الضابط بيتخانق معاها. وهنا الأجهزة الأمنية قالت إن هم خلاص وصلوا لحل اللغز بتاع اختفاء أميرة الحكيم. الأجهزة الأمنية وصلت لاسم الشرطة علشان تسأل على أميرة الحكيم، واكتشفوا ان مفيش اي بلاغ او بنت وصلت لاسم الشرطة في الوقت ده تماما، واكتشفوا كمان ان مفيش ضابط شرطة اصلا بلغ عن اي حاجة حصلت اليوم ده، وانه كمان مفيش ضابط شرطة يمتلك موتوسيكل خاص بيه شغال في اسم الشرطة ده. وهنا رجعت قضية أميرة الحكيم لحالة الغموض تاني، وكان السؤال عند الأجهزة الأمنية، هي الناس دي أصلا عرفت منين أو اتأكدت منين إن الشخص ده فعلا شغال ضابط شرطة؟ فرجعوا تاني للشهود اللي قالوا إنهم شافوا الخناقة اللي حصلت وبدأوا يسألوهم إنتوا إزاي اتأكدتوا إن الشخص ده هو فعلا ضابط شرطة؟ فكانت إجابة الشهود إن الحاجة الوحيدة اللي أكدت لهم إن ده شغال ضابط شرطة هي البنت اللي ظهرت في وسط الخناقة وقالت إنها تعرف الضابط ده وإنه هو فعلا شغال ضابط شرطة في اسم الشرطة القريب ليهم. وهنا الأجهزة
الأمنية اتأكدت انها قدام حالة غريبة من الغموض، وقرروا ان هم يقسموا نفسهم لثلاث مجموعات، مجموعة مهمتها هي البحث عن البنت اللي اتعرفت على الضابط، ومجموعة مهمتها البحث عن سواق التاكسي اللي خد البنت المختطفة ووداها لقسم الشرطة، والمجموعة التالتة مهمتها انها تتعرف على الشخص اللي ادعى انه ضابط شرطة. وبدأت الأجهزة الأمنية تستدعي كل الشهود تاني لحد ما وصلت لشخص يمتلك محل تجاري في نفس الشارع اللي حصلت فيه الخناقة، والشخص ده هو اللي كان قريب جدا من أطراف الخناقة، وهو اللي شاف البنت اللي قالت ان الشخص اللي عايز يخطف البنت الجميلة دي هو ضابط شرطة. فالأجهزة الأمنية طلبت منه وصف دقيق للبنت دي، فبدأ يوصفها بأنها بنت جميلة جدا ولبسة لبس أشبه بلبس الفرح، وهو لبس مش لايق على الفترة الصباحية تماما. فبدأت الأجهزة الأمنية تشك ان في احتمال بسيط تكون البنت اللي اتعرفت على الضابط ده شغالة في ملاهي ليلية، لان المنطقة دي فيها اكتر من ملهى ليلي، لكن مفيش اي معلومة واضحة تقدر توصلهم للبنت دي. فقررت الاجهزة الامنية انها تجيب الشاهد ده ويروحوا لزيارات مختلفة لاكتر من ملهى ليلي لحد ما الشاهد ده يتعرف على البنت دي بنفسه. وبعد اسبوع من زيارات مختلفة لمجموعة من الملاهي الليلية المحيطة بالمكان اللي حصلت في الخناقة، اخيرا اتعرف الشاهد على البنت اللي قالت ان الشخص ده شغال ضابط. الاجهزة الامنية قبضت على البنت دي وسألتها عن الواقعة اللي حصل. البنت افتكرت وقالت فعلا انها كانت معدية بالصدفة وشافت خناقة كبيرة بتحصل بين راجل وبنت، وان الراجل ده بيقول على نفسه ضابط شرطة، وهي لما قربت من الخناقة اكتر قدرت تتعرف على الشخص ده وانه فعلا ضابط شرطة واسمه عبد الصادق يوسف. وهنا بدأت تفاصيل القضية تظهر أكتر، لأن الشاهد الأول اتعرف على صورة أمير الحكيم، وإن البنت اللي اتعرفت على الضابط قالت كمان اسمه. الأجهزة الأمنية عملت بحث كامل عن عبد الصادق يوسف وراحوا لمكان عمله، لكنهم اكتشفوا إنه متغيب بقاله شهرين وإنه ما بيجيش الشغل خالص، وإنهم بلغوا مديرية الأمن في الخرطوم بإن الضابط عبد الصادق يوسف مش موجود تماما. والأجهزة الأمنية كمان عرفت إن عبد الصادق يوسف يمتلك موتوسيكل خاص بيه ملوش علاقة بالشرطة. وهنا الأجهزة الأمنية اتأكدت ان عبد الصادق يوسف هو السبب الرئيسي في اختفاء أميرة الحكيم، فتم إبلاغ كل المنافذ باسم وأوصاف عبد الصادق يوسف لأنهم كانوا خايفين انه يهرب برا السودان. لكن المشكلة ان أمر منع السفر طلع باسم مختلف، طلع باسم عبد الله الصادق يوسف، وده بسبب ان الضابط اللي تلقى الاسم علشان يصدر بيان منع السفر سمع الاسم غلط، بدل عبد الصادق يوسف سمعه عبد الله الصادق يوسف. ولما الأجهزة الأمنية اكتشفت الخطأ ده اكتشفوا كمان ان عبد الصادق يوسف سافر بره السودان فعلا واتجه على مصر. وفي نفس الوقت الفريق التاني من الأجهزة الأمنية قدر يتوصل بعد فترة طويلة لسائق التاكسي اللي ركب أميرة الحكيم وخدها لحد اسم الشرطة، اتعرف على صورة أميرة الحكيم وقال انها فعلا ركبت معاه، وان كان في شخص تاني الناس قالوا له انه ضابط شرطة كان ماشي وراه بالموتوسيكل والمفروض ان هم يروحوا على اسم الشرطة. لكن في نص الطريق ضابط الشرطة ده طلب من سواق التاكسي انه يركن على جنب، وانه خد منه أميرة الحكيم وقال له ان هو اللي هيطلع بيها على اسم الشرطة، وطلب من سائق التاكسي ان يمشي وملوش دعوة بالموضوع خالص. كل الادلة خلاص بقت ضد عبد الصادق يوسف، لكن المشكلة انه هرب برا السودان، وان الرأي العام في الشارع السوداني بيتهم الاجهزة الامنية بالتقصير او انهم مش عايزين يحلوا القضية لان عبد الصادق يوسف طلع ضابط شرطة. الاجهزة الامنية السودانية طلبت من الاجهزة الامنية المصرية ان هم يقبضوا على عبد الصادق يوسف وان هم يرحلوه تاني على السودان علشان يتحاكم هناك بتهمة اختفاء أميرة الحكيم. لكن عبد الصادق يوسف ما كانش له أي أثر، فقدروا إن هم يوصلوا لأخته وطلبوا منها إنها تساعدهم في القبض على عبد الصادق يوسف. أخت عبد الصادق قررت إنها تساعد الأجهزة الأمنية السودانية وقدرت تتواصل مع عبد الصادق وعرفت هو قاعد فين في مصر. الأجهزة الأمنية السودانية بلغت الأجهزة الأمنية المصرية وقبضوا على عبد الصادق يوسف ورحلوه على السودان. لكن كان السؤال
بال دايما في الصحف السودانية هي أميرة الحكيم أصلا راحت فين. فبدأت التحقيقات مع عبد الصادق يوسف وبدأت تظهر وتوضح كل الحقائق قضية اختفاء أميرة الحكيم. طلع أن عبد الصادق يوسف وأميرة الحكيم كانوا على علاقة عاطفية قوية جدا مع بعض، ولأنها كانت جميلة جدا فكان في شباب كتير يتمنوا يكونوا على علاقة بيها، فهي طلبت من عبد الصادق أن يقطع علاقته معها لأنها هترتبط بشخص تاني خالص. فقرر أن هو يقابلها ويتكلم معها شوي، وكان كل ما بيحاول يقف يتكلم معها هي كانت بتتهرب منه، لحد اليوم ده اللي قرر أن هو هيتكلم معها بالعافية. فلما اتخانقت معاه في الشارع والناس اتلموا، هو وافق على أن الحل الوسط يكون أنها تركب مع سواق تاكسي وأنها تمشي بره المنطقة دي علشان يقدر ياخدها من سواق التاكسي ويتكلم معها شوي. ولما وقف سواق التاكسي ونزل أميرة وركبت معاه الموتوسيكل، كانت عمالة تصرخ بس هو كان بيجري بالموتوسيكل جامد، لحد ما وقعت أميرة الحكيم من على الموتوسيكل وهو كان بيجري بسرعة جدا، فتعرضت أميرة لإصابات خطيرة جدا، وعبد الصادق خاف يوديها على المستشفى علشان ما يتمش اتهامه، فنقل أميرة على منزل صديق ليه اسمه يوسف، وطلب من صديقه يوسف ان هو يسيب أميرة عنده في البيت لحد ما عبد الصادق يروح يغير هدومه ويرجع تاني. ولما عبد الصادق رجع تاني على بيت صديقه يوسف، اكتشف ان صديقه اغتصب أميرة الحكيم وهي اصلا ميتة، واكتشف ان أميرة الحكيم كانت وصلت البيت وهي اصلا ميتة. صاحبه يوسف طلب منه انه يسامحه، بس المهم ازاي يتخلصوا من الجثة. فقرروا ان هم هينقلوا جثة أميرة الحكيم في اكبر مكان مخصص لجمع النفايات في السودان، والمكان ده مساحته كبيرة جدا. الاجهزة الامنية اتحركت علشان خاطر تستخرج الجثة، لكنهم اكتشفوا ان المكان المخصص لجمع النفايات كانت مساحته كبيرة جدا. وبعد اسبوع كامل تم استخراج جثة أميرة الحكيم، وتم القبض على عبد الصادق وعلى صديقه يوسف، ولكن المفاجأة ان عبد الصادق يوسف مات في السجن. لكن لحد النهاردة قضية أميرة الحكيم هي واحدة من اكبر قضايا الرأي العام اللي حصلت في السودان. سلام عليكم.